كل عام وانتم بخير بمناسبه حضور شهر رمضان المبارك. باذن الله تعالى يمتاز رمضان عام 1444 بوجوده في الفتره الانتقاليه، خاصه في فصل الربيع الذي يمتاز بكثره التقلبات الجويه. في الجزء الاول من شهر رمضان المبارك والعشره ايام الاولى تمتاز درجات الحراره بالاعتدال النسبي على معظم مناطق المملكه، خاصه المناطق الشماليه والشرقيه. نتوقع تكرار حوادث العواصف الرملية خاصة على القطاع الشرقي من المملكة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض في وادي الدواسر. في الجزء الأول من شهر رمضان المبارك هناك حالة جوية مرتقبة بهطول متوسط إلى غزير الأمطار على بعض أجزاء منطقة تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الداخلية، منطقة الرياض خاصة الأجزاء الجنوبية، بعض أجزاء المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية والشمالية الشرقية، ويكون هطول أمطار بإذن الله ما بين خفيف إلى متوسط، قد يكون غزير أحيانا. نتوقع بإذن الله تعالى في نهاية شهر رمضان المبارك أن تعود درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملحوظ، خاصة في درجات الحرارة الصغرى. على سبيل المثال في المنطقة الشرقية سبق وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في فصل الربيع، خاصة في شهر نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل. لذلك من غير المستبعد أن تكون درجات الحرارة في منتصف الأربعينات درجة مئوية، خاصة في نهاية شهر رمضان المبارك. ونسأل الله تعالى أن يجعله شهرا خيرا وبركة على الجميع.